يا مساء الخير عليكم، برحب بيكم في أول حلقة من برنامج السجادة الحمراء. ليه السجادة الحمراء بالتحديد؟ علشان طول عمرها السجادة الحمراء هي مكان لتكريم نجم عن عمل أو مجموعة أعمال قام بيها بتدل على تاريخه المشرف. مش بس كده، طول عمرها السجادة الحمراء هي أرقى وأهم حدث على مدار السنة كلها، علشان كده ما لقيناش أفضل من السجادة الحمراء يكون مكان لينا هنا وسطيكو، المكان اللي طول عمره بيمشي عليه الأبطال المكرمين عن عملهم. وبما إن إحنا هنا في قناة أعرق نادي في الكون، فأكيد انتمائنا هيكون للون الأحمر، اللون اللي دايماً سبب فرحتنا كلنا. هنا في سجادتنا الحمراء سهرتنا هتكون مختلفة، سهرة كلها تشويق وهتكونوا مبسوطين فيها، لكن هنشوف برضو ضيفنا بشكل مختلف، بيلعب وبيغني، وهنتكلم في أهم المواضيع اللي تخص حياته الشخصية وكمان حياته العملية وكل الإشاعات اللي طلعت عليه، وهنتكلم معاه في مواضيع محدش غيرنا يعرفها. قبل ما أقدم ضيفنا النهاردة حابة أقول لكم على حاجة مهمة قوي. مش بس ضيفنا هو النجم في حلقتنا، الجمهور هو النجم الأهم في برنامجنا، هو اللي دايماً هنحاول إن إحنا نقدم له أهم وأدق المواضيع اللي تليق بجمهور مصر وكمان جمهور النادي الأهلي. ضيفنا النهاردة هو ضيف مش عادي، في كده لعيب على تاريخ الكورة دايماً بتلاقيه طول ما هو موجود في ملعب الجمهور بيكون مطمن، ثقته في نفسه بتخلي الجمهور واثق في نفسه وواثق إن هو عمره ما هيخذله، خاصة لو كان اللعيب ده بيلعب في فريق فيه نجوم كتير، كل واحد فيهم متميز في حتته، وده بان في أكتر من ماتش على مدار سنين طويلة. ضيفنا النهاردة هو نجم من الصف الأول في الكورة، ضيفنا النهاردة بيتميز بخفة دم غير عادية، من أول طريقته مع زمايله من هو بيلعب معاهم من قبل يبتدي الماتش أصلاً لحد خفة دمه حتى مع الجمهور. ضيفنا النهاردة هو ملك الحركات، الكابتن، النجم، المحبوب، الكابتن محمد بركات. ازيك يا كابتن؟ الأحوال؟ مشرفنا ومنورنا في السجادة الحمراء. والله أنا اللي شرفني بصراحة أن أنا معاكي، وشرفني كمان أن أنا في بيتي يعني. طبعا اكيد. ايه رايك في السجاده الحمراء بتاعتنا؟ والله كان نفسي امشي عليه من زمان يعني، الحمد لله ربنا كرمني النهارده. الحمد لله، وان شاء الله تتبسط معانا اكتر واكتر. اكيد اكيد. دلوقتي يا كابتن احنا هنبتدي فقرتنا الاولى وهي فقره فرود. الفقره دي اللي هيحصل ان احنا هنوجه عليك بعض الاسئله وهنشوف هتعرف تصدها ولا هندخل فيك جوه. هصدها هصدها والله هصدها. جاهز؟ يلا بينا. جاهز. يلا اتفضلي.